عارفان، كل يوم شوفك عم تقرا بالانجيل بعد ما خلص. لا ادوار، مش المهم يخلص، المهم نفهمه. بس في اوقات انا ما بفهم شيء ابدا، بجرب ارجع عيد وعيد وعيد بس ما برجع بفهم، مش عم لاقي الحل كرمال افهمه. عندي فكره، خلينا نسال عمتو، اكيد عندها جواب. اوكي عمتو، شو لازم نعمل كرمال نفهم الانجيل؟ عمتو، الإنجيل هو كلمة يسوع، بتخبرنا قديش هو بحبنا وبيوصينا كيف بدنا نعيش الحياة اللي أعطانا إياها لنوصل لعنده حسب تعاليمه. كرمال هيك مهم كتير نشارك بالقداس ونسمع وعظة الأبونا اللي من خلالها منفهم ومنحفظ كيف لازم نعيش كلام يسوع بحياتنا، وهالشي بيقلنا يا يسوع بالإنجيل. ولا نفهم الآية أكتر منصلي للروح القدس ليشتغل فينا ويساعدنا. باسم الآب والابن والروح القدس، إله واحد، آمين. يا يسوع، نور لي قلبي بروحك القدوس لأفهم كلامك المقدس. من إنجيل متى إصحاح 7 آية 24 لآية 27. باسم الآب والابن والروح القدس، إله واحد، آمين. فكل من يسمع أقوالي هذه ويعمل بها يشبه رجلا حكيما بنى بيته على الصخرة، وهطلت الأمطار وفاضت الأنهار وعصفت الرياح وصدمت ذلك البيت فلم يسقط، لأن أساسه بني على الصخرة. وكل من يسمع أقوالي هذه ولا يعمل بها يشبه رجلا جاهلا بنى بيته على الرمل، وهطلت الأمطار وجرت الأنهار وعصفت الرياح وصدمت ذلك البيت فسقط وكان سقوطه عظيما. المجد للآب والابن والروح القدس، كما كان في البدء والآن وعلى الدوام وإلى دهر الداهرين، آمين. مسابة بين صوت القصر، آمين. Have belongs to God. He's what God says. Amen. شكر كتير كبير لأصدقاء برنامج عمتو اللي بعتولنا فيديوهاتهم ليخبرونا عن يسوع من خلال كتاب المقدس. وأصدقائنا لحلقة اليوم من إنجيل يوحنا فصل 8 آية 31-32. فقال يسوع للذين آمنوا به من اليهود: إذا ثبتتم في كلامي صرتم في الحقيقة تلاميذي، تعرفون الحق والحق يحرركم. المجد للآب والابن والروح القدس، كما كان في البدء والآن وعلى الدوام وإلى دهر الداهرين، آمين. بسم الآب والابن والروح القدس، إله واحد، آمين. إنجيل يوحنا الفصل 8 لآية 47. من هو من الله يسمع كلام الله وأنتم لا تسمعون، لأنكم لستم من الله. المجد الآب والابن والروح القدس، إله واحد، آمين. انت البسمة بلحظات الخوف، انت القوة بأوقات الضعف، انت النور بعد من الزمن، انت الفرحة عند الحنان، انت وحدك ساكن قلبي، قدم لك حياتي حبي، خ
خليك بقرب يا ربي يا يسوع. حلقتنا خلصت لليوم أصدقائنا، شوفكن بالحلقة الجاية لخبركن أكتر عن يسوع من خلال الكتاب المقدس. ومن هلأ لوقتها ضلوا حلمين مثل يسوع الحلو. باي.